محطه مزيانه بزاف، ولكن المشكل اللي عندنا هو الاساسي والخطاف كيدينا كيدينا سخنه. هذا الواد الحار هنا راه الشيافر هنا والناس راه كيعانوا من هذا الواد الحار، الناموس بالليل والقايله لما غابتش الشمس الناس كتبقى الحراره هنا راه كارثه هنايا. بزاف الكليم يجي يجلس الطاكسي باقي ما عمرش تدرقت مع الناشي هنا في الصحراء. كنشكروا اول حاجه على سيد الوالي على هاد المحطه اللي طانا محطه الاوطاسه، كنشكروه بزاف. واخا كنعانيو بزاف المسائل هنا عندنا هنا في هاد الاوطاسه على هاد الواد اللي عندنا هنايا ومراحيض. المشكل الكبير اللي كان في باردة تحل. الحمد لله الحمد لله، الامور دابا جات مياه الجاريه الحمد لله، الامور بدات كتنمى، ولكن باقي عندنا واحد المشكل كبير بزاف اللي هو كنعانيو به بزاف. كنعانيو واحد المشكل لانه هو عندنا هاد الخط هذا، عندنا فيه خط طف بايس بزاف. اول حاجه مع المحكمه، وثاني حاجه كنا في بلاصه طورو كاين الخطافه كيتخبعوا مرزناق تما، وهاد المشكله هذا عينا ما نطرحوه للسلطه. ومع ذلك مره كيجيو مره ما كيجيوش، شحال مواطن كيجي هنا ما كيصفرش، يقول الحراره يقول التاكسي باقي ما عمرش، على الاقل قصاي الدرقه فين يعني يلقى راحته. مقوت عندنا الحراره الكليان ما كيصفرش، معنا فين الدرق كيخرج الشارع الخطاف كيهون كيلقطو، واش نعجلوا موراه؟ غالبا حنا ديك التاكسي مجهول القراوي حنا واكلنا هنايا، دابا سبرالتير الكونغو اللي ما تلواش فيه كيخطف بلاصه كيخطف بلاصه. حنا رائحه من كيكون شرقي كطلع رائحه يعني قويه من الود، حنا بيدنا كتاكسي ما بعض الساعات ما كنقولوش كندخلوا ما يقولوش نوقف كندخلوا، اما كندخل السياره ديالي كنشد عليا بيبان، واما كنبع على السياره ديال شي كليان، وكليان ما كيصفرش على الرائحه اللي وقع في هذا الود الحار. هذا المشكل اللي كنعانيو به بزاف. هذا الواد الحار هنا راه الشيافر هنا والناس راه كيعانوا من هذا الواد الحار، الناموس بالليل والقايله لما غابتش الشمس الناس كتبقى الحراره هنا راه كارثه هنايا. القايله في راسك تتغيب الشمس، وعاد الناموس في راعي بالله هنايا. نعطي غير واحد النقطه في الصباح هنايا، في الصباح بلا بعد اليوم في الصباح، جات واحد المراه هنايا قالت لنا الله يرحم الواد زيرت، قالت لنا الله يرحم الوالدي خصني الطوارئ دينا القهوه، ما عندها فين تمشي. واش المراه حاشا قاعده تولي الواد الراجل بعد شويه، ما المراه ما عندها فين تمشي. المحطه ناقصينها المرافق العموميه، لا من الطواليطات ولا من الدراقات ولا من الكراسي بين كنشوفوا المواطنين، وما هي البارادات هذه مناسبه للسائق المياني، والسائقين فرحانين وحنا فرحانين، وكنشكروا السيد الوالي المحترم راه عطانا هذا البارادا، كنشكروا هذا المنبر، ماشي زعما كنشكروا هذا المنبر، وحنا غنطلبوا ان شاء الله واحد الطلب للسيد الوالي يشوف لنا الدراقات الشمس والطواليطات وواد الحار والناموس والكليان ما يبقاش انت كضرب في الناس المساكن كيجيبوا وليدات فاني يدرقوه خصهم فاني يوقفوه خصهم طواليطات تزيار المراه تزيار العائل، الانسان خصو ضروري الطواليط. لا كيلعنوا بزاف ديال الحاجات هنا، منا الكراسة منا الواد منا الناموس منا الدراقات، هي فرحنا نعمل زي المحطه ولكن ناقصه بزاف المعانده هنا. الواد الناس ما حاسك الواد حار، الناموس بلا بأس، الكراسة انت كتشوف شو اللي عندنا فين نجلسوا المواطنين، فين غيجلس دابا الكليم يجي يجلس الطاكسي باقي ما عمرش تدرقت مع الناشي، حنا في الصحراء صافي الصحراء يا ناس شكون غيزين عندك هنا دابا حتى العشيه عاد كيكون تدرق شي حاجه تضل. وكيجيو الناس كبارين ما كيبغيو فين يجلسوا ما كيبغيو فين يدرقوا، يعني بالنسبه دابا كان يعني جلسات ودرقات يعني تم مواطن يصبر فوقاش ما عمر التاكسي. دابا التاكسي الكليان كيجي هنا ما كيصبرش، اول حاجه الريحه دلود، وثاني حاجه ما كيصبرش يخرج على برا الشارع كيركب دغيا. حنا كنطلبوا السيد الوالي الله يسرو، وكنشكروا بزاف على هذا المجهود القيم اللي عمل معنا، يعني يغطينا هذا الواد مراحيض وهذا الخط بلاص، هذا اللي كنطلبوا منه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.